قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم مش ممكن ابدا.
المسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها